عليكم تحياتنا للجميع، ان شاء الله تكونوا بخير، العمل الخير كل مكان ان شاء الله. راح تشوفون بهذا الفيديو شنو اللي اقدر اقدمه اني اسويه، واذا نقدر نقدم الافضل طبعا نسويه. رساله ان شاء الله للشباب وان شاء الله تفيد الجميع. شباب هسه راح ننزل الاول محل وان شاء الله نتوفق به، خليكم ويانا راح تشوفون شو حنسوي. اسالك، عندك دفتر ناس يعني ديون فقره تعرفهم يعني فعلا ديون عليهم؟ مظبوط مظبوط. عاشيك ورحم الله والديك وغاد، الله يحفظك الله يطيك العافيه. لي جوا مشكور غاد. شباب يقول ما عنده المحل الثاني. شباب الاول ما توفقنا به، ما كان عندنا مديون، خلينا ان شاء الله نجرب الثاني. الله يا الله. خلي خلص لنا برا خلص خلص وياهم عادي اخوي، خلص عادي. شلون اخوي؟ حبينا نسالك سؤال، هم عندك دفتر سجل ديون؟ ديون يعني ناس فقره ما عندك صعب من عندك؟ اي والله ما تعرف عن كل واحد يعني انت يعني ما تعرف شو يحتاج لعبه انه صعب يسدد يجي لك ويسالك يعني يجي لك ياخذ من عندك يعني هذا الرجال ما ايش قد عليه 14 يعني ما عسى لي قد بالله عليه يعني ذني اخ بالسنه لا الله يساعد هذا يستحق احسب لنا وبعد بس هذا عندك ايش قد هذا مالي هذا علي 25.50 قد؟ 25.50 اوكي هذا صار قد ما دافع غلطه لهواك انت متعبانه يعني تعرفه؟ يا والله اوكي واحد وموعد لا راتب ولا شيء الله يساعد الله يكرم عونه هذا يستحق خلاص يابا احسبهم دول علينا ان شاء الله من يوصلون قول لهم دينكم واصل خلينا ندعون له هذا هو اي والله يسلمكم ان شاء الله انتم هم نسالكم الدعاء الله يحفظكم الله يحفظك الله يعطيك العافيه رحم الله والديك الحمد لله الحمد لله والشكر الله وفقنا كل شعور حلو الحمد لله اتمنى لكل الشباب يسوون هذا الشيء اوكي شباب هالمره راح نروح للصيدليه ونجرب هنا. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون اخوي؟ عندنا سؤال لك. اكو ناس عندك دفتر سجل ديون عندهم فقره ما يقدرون يدفعون مثلا الدوام مالتهم. والله رحم الله والله عاشتيكم يعني فرحتونا الصراحه. يعني احنا بس حابين نساعد يعني اي واحد. والله حقيقه احنا هنا نطيح من الديوان. والله عاشتكم السلام بس يعني نقدر نشد عليك نجيبها كلها. اوكي. يعني اللي بشعره بشعره اللي يتحمل شغل زي يتحمل واللي ما يتحمل تمام. بس هم موجودين موجودين هو. اوكي عندك هسه يعني انت سجل واحد ما سجل. خلي سجل مرة. رحم الله والديك والله الله شرفنا بيك حبيبي شرفنا بيك السلام الحمد لله والشكر شيء هذا نفرح به يعني مو بس احنا هنا شو نسوي الحمد لله والشكر توفيق يقول هذا عنده بس شنو هم يدفعون الاسعار يعني من عندهم هم يدفعون لهم ما يخلوهم يدفعون للفقره كفو
شباب صيدلية ثانية والتوفيق. السلام عليكم. يا الله شلون صحة عمو الله يساعدك. شلون قرات؟ شوف سؤالي لك. عندك دفتر سجل مسجل بيها ناس وديونهم مثلا ما عندهم فقرة انه يجون ياخذون الدواء ما عندهم يدفعون الدواء، احنا حابين نساعد يعني. رحم الله والديكم. مشكور رحم الله بخير. شكرا على الخدمة اللي تقدمونها. الله يعطيك العافية. الحمد لله نعم الظاهر متكفلين بالله الحمد لله والشكر. شباب نروح ونجرب عند ابو الفواكه. السلام عليكم. شلونك؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك. اقول لك رقيه فد رقيه طيبه. بس هاي بعدين الرقيه. قبل زيت على الرقيه. عندنا سؤال بدون زحمه. عندك ناس مسجل عليهم ديون دفتر شيء يعني ما يقدرون يدفعون حق الاكل اللي ياخذوه من عندك او اي شيء؟ موجود نقدر نساعد انه نتبع قدر المستطاع يعني احنا يمشوا على رجليه ما يدفعون. ما اقدر اقول لك هذا عنده ما عنده، ما اقدر اقول لك هذا صادق او هذا كاذب. صح يعني صعبه تعرف. ما صح يعني مثلا اقول لك هذا ما عنده ولا عنده واستخدمه برودكت. صح يعني خلينا انا متحمل ذمه فلوسي ولا اتحمل ذمه الواجب. مضبوط. عم يحسب لنا الرقيه. شفت احد مثلا جاي ما عنده ياكل الحكومه بتزيد اكثر مني. اها احسن وين تبعد مني يعني مثلا ما احد احد ما عنده يقول لك انا بس هاي اللي عندي بس حس نفسك انت جاي تساعد احنا همنا قد مثلا من اساعد مثلا من فلان شخص لا يقولوا مجرد نسالكم الدعاء هذا ان شاء الله جوابكم ما صار حبيبي. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافيه. السلام. جبنا من عندهم رقيه شباب والحمد لله. ها شباب همنا طبين المنطقه ما التجاوز مو صادق يقولون تجاوز بالتجاوز يعني على الحكومه مو على الحكومه انما تجاوز مو قطعه لهم يعني تحق لهم. شوف سوى حتى الطريق ما اعرف مفتوح لا ما اعرف حتى شوارع رسميه ما بيها او هذا التجاوز عبد الله. واكو يعني بعد اكثر اسوء للاسف. انا لله وانا اليه راجعون. شوف هاي شوف هاي الشوارع بعد خطيه اكثريتهم تجاوز هاي مو حق يعني ارضه باسمه يعني الحكومه اذا جت عندها مشروع يقول له يلا ادخل يعني بعد شيل اغراضك ويضطر هو بعد ما يقدر يحكي. هاي قدامنا اسواق بلكي الله يوفقنا نشوف توفيقك يا الله. فهذا هو بالنسبه لهذا الفيديو شباب. الحمد لله طلعنا سوقنا وسوينا عمل خير. حبيت اوصل هاي الرساله لجميع الشباب او اي حد الله يرزقه اموال وخير تعال انت مساعد غيرك. شكرا جزيلا لايك والاشتراك وعلى الجرس تنبيه حتى يوصل لك كل ما هو جديد من عبد الله ابراهيم. اشوفكم بخير. خياطة محل خياطة